اهلا، كيفك؟ الحمد لله. انت من وين جايه؟ انا اسمي هبه من المغرب. هبه من المغرب؟ نعم. اهلا يا هبه، شو بدك تسمعينا اليوم؟ انا بحب الطرب الاصيل، بحب ام كلثوم، عبد الحليم، بحب كل فنانه قديمه. منين كانت عندي 6 سنوات وانا بحب الغناء كثير، بغني بالبيت بالمدرسه عند لافامي. انا حلمي بكون فنانه مشهوره. امي سمعت صوتي وقالت لي صوتك زوين. كيفاش اكتشفت فيها الموهبه هذه؟ انت علمتها ولا واحده؟ هي في عمرها 5 سنين وهي كتغني غير بوحدها. عمرها 5 سنين تغني ام كلثوم؟ تغني بوحدها. نجمه كلام حتقول لك انا حبيتك. يا ريت يا ريت. يلا خلينا نسمع. حبي ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ انت عارف قبل معنى الحب ايه؟ لما تتكلم عليه، لما تتكلم عليه. حبي ايه ايه ايه؟ حبي ايه؟ دنيا ما تطولها ولا حتى بخيالك، ليه بتتجنى كده على الحب ليه؟